السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة تانية وجديدة من محاضرات كورس الانفوجرافيك على يوتيوب. أنا بشكر كل الناس اللي شافت المحاضرة الأولى وعلقوا عليها تعليق، يعني تعليقات جميلة جدا، ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم. بعتذر مرة تانية على الصوت المرتفع بتاع الموسيقى في أول محاضرة، وإن شاء الله في المحاضرة دي هنكون تجاوزنا المشكلة دي. هنبدأ النهاردة محاضرتنا عن شكل بياني. لو دخلنا على جوجل جوه ايمج اسمه باي تشارت. الباي تشارت فكرته انه بيقسم ال 100% نسبة على 3 حاجات 4 حاجات 5 حاجات زي ما انا عايز. يعني ده نموذج مثلا على جوجل اهو، هاو ماي تايم از سبنت ان ا ويك، ازاي بوزع وقتي في الاسبوع. هنا 40% مثلا للتايم ات هوم، هنا 12% للتايم سبنت اوت الى اخره. طيب انا هرسم من خلال الاستريتور باي تشارت وهحركه بعد كده على افتر افكت. هفتح فايل نيو من الاستريتور وهحدد ان انا محتاج اسمه باي تشارت، اسمه المقترح المؤقت هو باي تشارت، ونمبر اوف ارت بوردز عايز ارت بورد واحده، والارت بورد هي يعني كراسه واحده ورك سبيس واحده، مش محتاج اكتر من مساحه عمل واحده اشتغل بيها. وهنا في السايز بتاعي بختار اتش دي تي في. اللي عايز يرجع للمحاضره الاولى اتكلمنا في اتش دي تي في ومواصفاته، والعرض بتاعها 1920 و1080 طول. اوكي تمام، هيتفتح قدامنا الفايل نيو بالابعاد اللي انا حددتها. هبدا اقول عايز ارسم الباي تشارت بتاعتي. بلاقي اداه هنا جميله جدا جوه الاستريتور، لو ضغطت عليها ضغطه طويله شويه هلاقي مجموعه من الاشكال البيانيه والاحصائيه، وكل دي ادوات ممكن نرسمها من الاستريتور ونلونها تمهيدا لتحريكها، سواء على افتر افكت زي ما هنعمل النهارده، او مع فلاش زي ما هوريكم نموذج سريعا معمول بفلاش. ايه العلامات الخضراء دي بالمناسبه؟ العلامات الخضراء دي هي حاجه اسمها السيف ميرجنز او السيف زونز. يعني ايه؟ دلوقتي كل خلاص انا افترض ان اللي في بيتي واللي في بيتك والكمبيوتر كله شغال اتش دي، ففي بعض الشاشات او بعض الانظمه ممكن تيجي عند الجايد ده، المسافه ما بين الجايد ده وما بين حد الصوره النهائي ده ما تظهرش الجزء ده على الشاشه، وفي شاشات تانية ممكن ما تظهرش الجزء ده على الشاشة، تكتفي باللي جوه المربع الداخلي خالص. افهم من كده ان المساحة اللي جوه المربع الاخضر الداخلي ده او اللي ما بين الجايد الداخلي ده هي امن مكان. يعني ايه امن مكان؟ يعني اي داتا انا شايفها مهمة جدا هخليها جوه الجزء الداخلي ده، اما هكمل شاشتي طبعا وكل حاجه، لكن اخلي المعلومات الاضافيه الخلفيات التاثيرات الخلفيه تبقى في المساحات دي دايما. وهي اني هاجي احدد اداه الباي جراف تول وهعمل كليك من هنا كده ودراج لتحت لغايه تحت على اليمين، ومن خلال السبريد شيت اللي ظهر لي ده اقدر ان انا ادخل القيم جوه المربعات او السيلز دي. مثلا هضغط دي مثلا يعني كده واحط رقم 45، مجرد ما اتنقل للخليه اللي بعد كده هلاقي ال 45 بقت اتاكدت هنا في الخليه دي. هنا اكتب مثلا 67، هنا هكتب 23 الى اخره. لو ضغطت دلوقتي صح هلاقي النتائج بتاعتي ظهرت في الباي تشارت، لكن انا في نسب انا فعلا ما حددتها جوه اكسل شيت. بوبيوليشن ان ايجيبت اللي هي الازدحام السكاني يعني الكثافه السكانيه في مصر، في اسكندريه 25%، في كايرو 45، في المنصوره 30. طبعا التلات نسب مع بعض دول هيبقوا 100%. اكتب بايدي لكن ممكن برضو ان انا اعمل كليك هنا مع دراج على الخلايا دي كده، وهعمل رايت كليك كوبي واروح على الالستريتور وحدد نفس عدد الخلايا بتاعتي بالظبط واقول كنترول في، فهلاقي نفس كل حاجه اتنقلت هنا بالظبط من اكسل لهنا.
يعني كمان في طريقة تالتة، ممكن اعمل حاجة اسمها امبورت داتا واروح انادي على فايلات احصائية امبورت هنا فتتسمع على طول وتملأ الخانات دي تلقائيا. المهم ان بعد ما اخلص عملية ملء البيانات هقول صح، فهلاقي الشكل اترسم بالشكل الجميل ده اللي قدامكم، بصرف النظر عن الالوان الديفولت هي اسود ورصاصي وابيض الى اخره، لكن بيترسم الشكل بتاعي. هنا الجزء الممثل لإسكندرية، هنا الجزء الممثل للقاهرة والمنصورة الى اخره. طيب اترسم الشكل، دلوقتي هندخل على خطوة التلوين. هنقفل السبريد شيت ده دلوقتي مش محتاجينه، وهنروح على السيرش اللي كنا عاملينه على جوجل. في كذا باي شارت الوان مختلفة، في حد ممكن يقول لك انا بحب الالوان دي، لكن الحقيقة الالوان دي خلاص راحت عليها من زمان لانها الوان مباشرة قوي. في حد يقول لك انا بحب الالوان دي، والله اذواق. انا مثلا ممكن افضل الالوان دي، مجموعة الالوان دي اللي قدامي دي احب الون منها، يعني عاجبني الباليت دي عجباني، فممكن بدل ما اعمل فيو ايمج واسيب الصورة الى اخره، انا ممكن وهي كده على وضعها كده هقول برنت سكرين او سكرين شوت من على الكيبورد، واروح على الستريتور واعمل كنترول في، فهلاقي نسخ لي نسخة من الصورة اللي كانت قدامي. هجيبها بس على اليمين شوية كده عن طريق طبعا السلكشن تول الرئيسية، وهاخد منها اغش منها كده الثلاث الوان دول. طيب عشان اغش ثلاث الوان دول مش هيبقى عن طريق السلكشن تول الرئيسية، لان السلكشن تول الرئيسية زي ما احنا اتفقنا وقلنا قبل كده بتحدد الشكل كله على بعضه، هي اتحرك كله على بعض، انما انا عايز احدد بيس قطعه مجموعه من النقط تحديدا، فاعتمد على الجروب سيلكشن تول. هحدد اللون الاسود ده شيفت، اللون الاسود ده عشان هيبقوا لون واحد اللي هي كود اسكندريه. بعد ما احدد الاثنين دول كده اقوم رايح على الاي دروبر تول وهلقط اللون الازرق اللي في الصوره اللي انا واخدها برنت سكرين، فهلاقي اسكندريه بقت بنفس درجه اللون دي. هرجع لاداه الجروب سيلكشن تول وهعمل كليك بره عشان اشيل السيلكشن ده، وابدا سيلكشن جديد ما بين الجزء الخاص بكايرو سواء الدايره الشكل او الكي بتاعها بشيفت طبعا، وبالاي دروبر تول اختار درجه اللون مثلا البرتقالي ده اللي هو مصفر شويه، فبقى البارت 2 او الشكل بتاعنا التاني بقى واخد اللون البرتقالي. بنفس الطريقه كليك بره حدد ده شيفت ده اي دروبر تول درجه الاحمر كده. ما قلناش محتاجين الجايد بتاعنا ده اللي خدنا منه الالوان، شكرا، بعمل له ديليت ويبقى كده عندي المنظر اللي شايفه ده. كل ده انا ما عملتش سيف للفايل وده غلط طبعا، المفروض اعمل فايل سيف. هيقول لي اسمه هيبقى باي شارت اللي انت اقترحته عليه في البدايه، اقول له ايوه، ويبقى اي اي يعني الستريتور فايل، سيف سيف مرتين واوكي، خلاص اصبح ملف الستريتور سي اس 6 قدامي. طيب في مشكله ثانيه عندي وان الفونت ده مش عاجبني. طب عشان اعالج موضوع الفونت ده اعمل ايه؟ انا مجرد ما اروح للسلكشن تول الرئيسيه واحدد الجراف بتاعي كده بالشكل ده، هيبقى عندي امكانيه ان اغير كل الفونتات اللي موجوده في الجراف مره واحده، بدل ما امسك واحده واحده من هنا واغير واحده واحده، لا انا هاجي على الاداه الرئيسيه واحدد كله، فكاني بقول له لما مثلا ماريوت برو ده حلو انا عاجبني، لكن عايز اخليه بدل ما هو ريجولار يعني منتظم اخليه بولد او بولد كونسيدرد مثلا، فبيديني شكل مختلف من الماريوت برو. يا جماعه الموضوع ده حر، اي حد شايف خط كويس يمشي معاه عادي مفيش مشكله. ادي اول مهمه خلصتها خاصه بالرسم والتلوين والشكل انا راضي عنه لحد كبير، لكن في ملحوظه هنا هسال نفسي عليها بخصوص الحركه. ايه الملحوظه دي؟ ده انفوجرافيك وفيديو انفوجرافيك انيميتد متحرك، الفيديو ده هيظهر قدامي او الشكل ده هيتحرك قدامي مثلا في 4-5 ثواني بالكتير. هل يمشي احسن اسهل اني وانا كده بظهر ده وبحركه قدام المشاهد ان اربط له الالوان الثلاثه بكيز فيعرف ان الاحمر ده المنصوره وان كايرو دي البرتقالي، ولا احسن ان انا ادلت الكي ده خالص مش محتاجه واوزع المنصوره على طول تروح فوق الجزء الاحمر، كلمه كايرو على طول تروح فوق الجزء البرتقالي والى اخره؟
اعتقد ان الافضل والاي كاتش اكتر او اللي يشد العين اكتر او اللي يخليك تلقط المعلومة اسرع هي توزيع الكلمات مباشرة من غير مفتاح. طيب هنيجي دلوقتي نعمل نفتح البانل دي بتاعت الليرز، هنلاقي انه طبعا رسم لي اللي كله على لير واحدة. لو فتحت حتى الساب لير منها دي هلاقيها برضو جزء على بعضه، فانا محتاج دلوقتي افصص كل جزء من دول لوحده على ساب لير او كمان على لير علشان من ناحية امسح مثلا الاجزاء اللي انا مش محتاجها زي كده انا قلت خلاص مش هحتاجه فامسحه، او اني ادخله بعد كده على افتر واحرك كل جزء لوحده. فده معناه اني هعمل احدد الشكل بتاعي كده واقول له Object Flatten Transparency، يعني تعقب لي الشفافية اللي على طرف كل شكل من دول وافصله لي على حد Flatten Transparency، وبحدد ان انا عايز Flatten Transparency بتاعي يبقى High Resolution، لا Medium ولا Low، High Resolution. اوكي، فلاقي هنا اصبح في سهم صغير ظهر لي، السهم ده معناه ان اصبح في كل حتة على Sub Layer مستقلة بذاتها، وده اللي انا محتاجه بالظبط. طيب هاجي هنا همسح التلاتة كي دول، لو عملت كليكة كده هيجمع لي برضو الجروب ده على بعضه، فانا هاخد الجروب سيليكشن تول واحدد ده ديليت ده ديليت ده ديليت. كان ممكن طبعا احدد التلاتة مع بعض، يعني عندي مرونة وديليت، كان ممكن طبعا اضغط شيفت واختار ده وبعدين ده وبعدين ده وبعد كده ديليت. لازم ابدأ اعود نفسي على الاختيارات دي في التعامل التحكم في الورك سبيس والشغل بتاعي. طيب هبدأ اوزع التلات كلمات، منصورة مثلا هجيبها في مكانها هنا، كايرو هجيبها في مكانها هنا، اسكندرية في مكانها ده، تمام. اما الارقام النسب هتبقى مكانها فوق كل كلمة من دول، وادخلها من افتر افكت واقول لكم ليه مش هدخلها من هنا. وبوبيوليشن ان ايجيبت دي هفكر فيها شوية، في فكرتين، ان اسيبها كده كعنوان كان ظاهر لي مع الداتا، وفي فكرة ان انا امسحها من هنا وادخلها من افتر افكت بحركة. انا هختار الاختيار التاني ان انا هدخلها في افتر افكت بحركة، فحدد دي كده اللي هي ظهرت لي طبعا متحددة انت محدد على دي دلوقتي، واعمل لها ديليت سواء من هنا او من على الكيبورد، فلاقي الساب لير دي اتمسح. هنا بقى عندي من الاخر كده تلات اجزاء اشكال الوان وتلات كلمات، وفعلا هنا لقى عندي ستة ساب لير. خطوة أخيرة في الستريتور إن أحول كل سب لير من دول للير زيها زي الأساسية دي، هيبقوا في ستة لير متقسم عليهم الشكل. ليه؟ عشان افتر افكت ما بيقراش سب لير، عشان ياخد كل جزء يحركه لازم يكون الجزء ده عبارة عن لير كاملة مش سب لير. هنفتح نقف على اللير 1 كده، وأنا فاتح السب ليرز بتاعتها من غير ما أكون قافلها، ما أكونش قافلها كده أكون فاتحها، وهاجي هنا واعمل نيو لير، وهعمل دراج من السب لير ده على طول على اللير 2 اللي هي الجديدة دي. هاجي على لير 2 واعمل نيو لير، واعمل دراج للجزء اللي بعد كده على من السب لير لللير. هاجي هنا لير جديدة من السب لير لللير، خلاص تحول هنا اللير، خلاص ما عادش سب لير، اترقى خلاص. وهنا لاير جديدة هنرقي كلمة منصورة، وهاجي هنا وافتح لاير جديدة وكايرو اعمل لها دراج في الجزء ده، نفتح واحدة جديدة. اخر سب لاير اسكندرية الكسندريا هننقلها على لاير مستقلة بذاتها، دي بقت لاير 1 دي بقت فاضية خلاص مش محتاجة اعمل لها ديليت. بقى عندي هنا لايرز بالست عناصر اللي عندي، هبدأ اعمل لهم تسمية، اعادة تسمية. لو جيت هنا عملت دبل كليك اقدر اسمي دي مثلا ريد، اقدر اسمي دي دبل كليك اورنج لان ده الجزء البرتقالي، اقدر اسمي ده بلو. اجي هنا انا مش عارف اشوف الكلمة دي، انا افترض ان انا مش عارف اشوف، عايز اعرف ايه هي، فاقوم عامل اغمضها وافتحها كده اتأكد هي اني، او اضغط على الدايرة دي فيبين لي انها سيلكتد كده، هي علامة دي فدليل ان انا السيلكشن عليها، فاعرف ان دي المنصورة، فاعمل دبل كليك هنا واسميها منصورة، وهاجي هنا واسمي دي كايرو، هنا اسكندرية،
فأصبح عندي 6 لاير بالست أجزاء اللي في التصميم. فايل سيف وأروح على أفتر إفكت. أفتر إفكت هنا أول ما بفتحه طبيعي بيفتح على بروجكت تلقائيا زي ما قلنا قبل كده اسمه Untitled Project، لسه ما حصلوش سيف، ما حصلوش حفظ. وهعمل حل من اتنين، ممكن افتح كومبوزيشن نيو كومبوزيشن، وقلنا الكومبوزيشن ده كان بالظبط فتحت اوضه جوه شقه، هنعتبر ان دي شقه وان الكومبوزيشن ده اوضه، فباخد الكومبوزيشن ده اجهزه واشتغل فيه شغلي، وممكن افتح اوضه واثنين وثلاثه حسب ما شغلي يحتاج. انما هنا بما اني جهزت كل حاجتي بالفعل على الاستريتور وخرجته كفايل باللايرز بتاعته، فلان في تكامل بين منتجات شركه ادوبي، فممكن استورد فايل اي اي او فايل الاستريتور تلقائيا ك كومبوزيشن ولايرز، كل لاير مستقله بذاتها. ازاي الكلام ده؟ ممكن فايل امبورت فايل، ممكن قوي دي، ممكن دبل كليك على طول هنا فيعمل لي براوزنج ل الشغل بتاعي. جوه الفولدر بتاعي هلاقي الفايل الاستريتور اللي لسه هخلصه حالا pychart.ai، هعمل كليك واحده مش دبل كليك عشان ما يفتحش، وهحدد من هنا عايزه فوتج جدر كده صوره واحده فيها كل حاجه، لا طبعا، ولا كومبوزيشن، هقول لك كومبوزيشن جاهز من غير ما تعمل نيو كومبوزيشن ولا حاجه، لكن برضه هيبقى اللاير اللي فيه هي لاير واحده، لا مش عايز كده، ولا عايز كومبوزيشن متفصص في اللايرز بتاعته كل لاير لوحدها تقدر تحركها لوحدها. انا عايزها كومبوزيشن من النوع ده، واقول له اوبن، فهيفتح عندي في البروجكت بانل هنا يظهر عندي كومبوزيشن زي ما احنا شايفين 1920 في 1080 بابعاده بكل حاجه، وهنا كمان في الفولدر ده كل جزء اصبح على لاير مستقله بذاته، خلاص اقدر اتحكم فيها لوحدها. طيب لو عملت دلوقتي جوه الباي تشارت ده دبل كليك كده هلاقيه بدأ لي كومبوزيشن كأنه فايل الاستريتور قدامي، بس خلفيه هنا بقت سودا، وكل لاير اهي باسمها اللي انا كنت محدده من جوه الاستريتور موجوده وشغاله واخده جزء من مساحه العمل بنفسها، حاجه جميله جدا على التحريك على طول يعني. طيب عشان انا عايز اغير لون الخلفيه بدل ما تبقى سودا تبقى ابيض مكسور شويه، يعني ايه؟ رايت كليك على باي تشارت واروح على كومبوزيشن سيتنج، هجيبها من هنا ماشي، هجيبها من هنا برضو ماشي كومبوزيشن سيتنج، واغير لون الخلفيه بتاعتي، مش هروح على الابيض في الاقصى الشمال فوق، هاجي تحتيه شويه كده واقول له اوكي، فيبقى ابيض مكسور شويه، وده بيبقى اجمل شويه من الابيض الصريح خصوصا في الخلفيه. اول حاجه التفت ليها ان اللون الاسود بتاع الكلمات مش عاجبني، شايف ان هو مش لطيف. جميل. طيب دي حلها بسيط من افتر افكت. ايه الحل؟ احدد الثلاثه لير اللي فيهم كلمات بكنترول مع بعض كده، اخترت الثلاثه، ومن افكت حاجه اسمها جنريت، ومن جنريت هلاقي حاجه هنا اسمها فيل، فهلاقي ملا الثلاث الوان بدل الاسود بقى بالاحمر، الاحمر ده الديفولت بتاعه. مش هعمل اي كليكه بره ولا حاجه عشان يبقى التعديل واحد على الثلاثه، هضغط هنا وغير اللون للون الابيض الصريح واقول اوكي. جميل جدا، هنا اصبح عندي الثلاث كلمات باللون الابيض. هاجي على نقطه ثانيه هي ان منصوره شكلها حلو، الاسكندريه شكلها حلو، انما كايرو شكلها مع الاصفر ابيض على اصفر الكونتراست بينهم مش عالي، لان اللونين متقاربين فالتباين او الكونتراست مش واضح، الكلمه مش واضحه ما بتتقريش بسهوله. ايه الحل؟ الحل ان احدد تاني على الثلاثه لاير بكنترول واروح على افكت، ومن حاجه اسمها برسبكتيف هنا هلاقي تاثير اسمه دروب شادو، يعني ظل. باضافه الظل على الثلاثه هلاقي ان كلمه كايرو بقت ناطقه بشكل ازرف كتير قوي. في نقطه ثانيه لقيت ان الثلاث كلمات صغيرين. جميل. اقدر ببساطه ان انا هاجي هنا وافتح السهم الصغير ده وافتح ترانسفورم من هنا، والاقي حاجه هنا اسمها سكيل، وكنا اتحكمنا فيها بشكل كويس في المحاضره اللي فاتت، واكبر السكيل بتاعها فتبقى الكلمه تبقى اكبر.
لكن انا ما بفضلش الحل ده. ليه؟ لان لما هتكبر هيبدا يبكسل الكلمه تبوظ. ليه؟ لان مفيش فيكتور في الافتر افكت، في بيت ماب بس، حتى لو مدخله من الاليستريتور والاليستريتور فيكتور برضه هيفضل جوه الافتر افكت مش فيكتور، هيبقى بيت ماب. كنترول زد. طب اعمل ايه عشان اكبر الخطوط؟ ده انا خلاص طلعت الشغل ودخلت مشكله كبيره قوي. لا مشكله كبيره ولا حاجه. هروح لاصل الاليستريتور بتاعي، يا خساره كنت قفلته، هفتحه تاني وهحدد ايه الفونت بتاعي مثلا ده، واكبره بدل ما هو 42 درجه اخليه مثلا نجرب 50، نجرب 60، تمام. وهنا برضو هدي لها نفس القيمه 60 60، وانتر. هنا برضو 60 انتر. فبقى بالشكل ده. طيب ما هو مفيش فايده، انت كده خلاص خدت الحاجه على افتر افكت واللي حصل. لا مفيش حاجه. لو عملت دلوقتي كنترول اس وقفلت حتى تاني الاستريتور ورحت على الافتر افكت، هروح على البروجكت بانل بتاعتي، هلاقي هنا التلات كلمات اسكندريه ومنصوره ورد. هعمل رايت كليك على اسكندريه اللي انا عدلتها في الاصل الاستريتور وعملت سيف وقفلت، واقول له رايت كليك ريلود فوتج، اعمل لي اعاده قراءه للاصل. حصل انه قرا دي وخد معاها في السكه دي وخد معاها في السكه دي وقرا الحجم الجديد بتاعهم وسمع هنا بمنتهى البساطه من غير اي مشاكل، وطبعا من غير ما يبكسل لان انا عدلت في الاصل، ما عدلتش من هنا سكيل فهتبكسل. كلمه منصوره هنا رايحه يعني واخده يمين شويه، انا عايزها احددها من هنا كده واخدها بالسهم الشمال من على الكيبورد، اجيبها شمال شويه تمام. وكلمه كايرو ممكن انزلها سنه بسيطه، اجيبها يمين سنه بسيطه. كلمه اسكندريه ممكن انزلها حاجه بسيطه واجيبها يمين سنه. هبدا احرك الشكل بتاعي. اول تحريك هعمله للالوان، للتلات الوان ريد واورانج وبلو. طيب هنا محتاج شويه تركيز في الموضوع ده. عندي الكاونتر بتاعي بتاع التايم لاين اللي انا كنت محدده بخمس ثواني، ممكن يبقى فريمات يعني اديلي 30 90 120 فريم، ممكن يبقى بالزمن بالثواني والساعات والدقائق. ازاي اغير الكاونتر بتاعي من ده لده ومن ده لده؟ لو ضغطت كنترول من على الكيبورد وكليك هنا هيتحول للتايمر المعتاد اللي هو بالساعه والدقيقه والثانيه والفريم. انما لو ضغطت كنترول تاني وكليك هنا هيتحول لفريمات. الحقيقه ان انا هشتغل فريمات في الجزء ده بالذات. ليه؟ لان اسكندريه هنا 25%، فانا هحركها على 25 فريم. هل ده معناه ان دي بسرعه مظبوطه؟ لا، لكن انا هحرك ده على 25 فريم بنسبتها، وهحرك ده على 45 فريم بنسبتها، وهحرك ده على 30 فريم بنسبتها عشان اظبط نسب الثلاثه. بعد كده عايز ازود في الزمن او اقلل فيه انا حر. هبدا احرك دلوقتي في منطقه اسكندريه، اول حاجه هتظهر وهتظهر بشكل حاجه اسمها وايب، او تبقى ظاهره كده وتتفتح زي المروحه، مروحه الايد بتاعت زمان. هنشوف ده هيتم ازاي. هحدد جزء البلو وهعمل هنا حاجه اسمها ازوليت لاير، او ان انت تعزل اللاير دي لوحدها عن باقي الشغل عشان تخلص شغلك عليه ببساطه. واروح على افكت واختار من قائمه ترانزيشن حاجه اسمها راديال وايب. كده البلو دي خدت حاجه اسمها راديال وايب، بوسح دائري جوه افكت كنترول. ده خلي بالكم انا كنت دلوقتي في بروجكت، اول ما ضفت الافكت ده هنا تلقائي لقيناه حول على افكت كنترول وعرض لي الافكتس اللي موجوده على البلو دي. طيب فكرتي دلوقتي ان عايز الشكل يتكون حاجه زي كده. ده الشكل المبدئي. هقرب زوم شويه، وبالمناسبه السكرول هنا بيعمل زوم ان وزوم اوت تمام. هخلي النسبه بتاعتي هرجعها 0%، والانكور الوايب سنتر دي طبعا ان انا لما همشي كده
هلاقي ان الشكل هنا بدأ يبوظ مني. فاحدد السنتر بتاعتي بتاعت الوايب سنتر في الحتة دي بالظبط اللي هي الزاوية القائمة بتاعت الجزء ده. فما اجي دلوقتي اعمل احرك الوايب بتاعي الاقيه منتظم مفيهوش مشاكل خالص اهو، منتظم مفيهوش مشاكل. محتاج بس ان انا اتقن مكان الوايب بتاعي، اشوف المكان فين بالظبط اهو. شوفوا برضو في ترحيله سن، كل ما اقرب زوم هلاقي فيه دي مش جايه هنا بالظبط، فاقوم محدد الاداه دي كده وهجيب الوايب بالظبط في الحته دي. ده معناه ايه؟ معناه دلوقتي لما هاجي اعمل الحركه بتاعتي اهي مش هلاقي هنا في مشكله خالص، مش هحس ان في قطع خالص في الشكل بتاعي، احس ان الشكل بتاعي منتظم وما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي مشاكل. طيب كده ظبطت اول حاجه، ظبطت الوايب سنتر. تيجي على تاني حاجه، شكل الحركه. الحركه دلوقتي لو هتتنفذ انا عايزها تبقى مختفيه وتظهر. طيب دي كده اسمها حركه تمام في اتجاه عقارب الساعه، يعني هي تبقى صفر وبتبقى 100 في عقارب الساعه اهو، تمام؟ يعني من صفر ل 100 في اتجاه عقارب الساعه. لا انا عايز حركه عكسيه، يعني ايه؟ تبقى كاونتر كلوك وايز، عكس عقارب الساعه. ليه؟ عشان تبقى اما اوصلها ل 100% اجي افتح تتفتح كده، انا عايز تتفتح كده من ال 100% بتاعها للصفر، تبقى كده. فافهم من كده ايه؟ افهم من كده اني هبدا الشغل بتاعي بال 100% اللي هو الاختفاء، حاله الاختفاء دي بدايه الشغل بتاعي. وبعدين هضغط هنا كي فريم عشان اسجل حركه، فكاني بقول له سجل يا تاريخ، سجل يا بني ادم انت، ان يا افتر افكت، ان انا عند الفريم صفر، عند اول فريم هنا عايز نسبه الترانزيشن كومبليت 100% اللي هي هنا مفيش. هفتح السهم الصغير ده عشان اشوف الكيز والافكت بتفاصيل اكتر شويه. افكت ريد الوايب، هلاقي هنا الترانزيشن كومبليت اللي انا شغال عليه، والاقي هنا اول ما ضغطت على شكل الساعه دي ستوب ووتش دي سجل المفتاح ده. همشي 25 فريم اللي هي نسبة الجزء اللي انا حركه اسكندريه، فهمشي من هنا مثلا نيكست كي فريم اهو، وهلاقي هنا العداد ده بيعد زي ما انتم شايفين اهو، كي فريم كي فريم كده 25 كي فريم. عند 25 كي فريم يكون الشكل ده اكتمل. يعني ايه اكتمل؟ يعني بقى صفر في المية، يعني نرجع لغاية ما نحس ان هو اكتمل عن تقريبا عن 70 تقريبا. فكده سجل كي فريم تلقائيا لما انا عدلت النسبة لوحدي. اول كي فريم بس بتسجل من الساعة دي، بعد كده كله بتسجل من تغيير النسبة نفسها الرقم. افهم من كده ان هي كانت كده وبقت كده. وخلال 25 فريم وهي اصلا نسبتها 25% فيبقى في توافق بين الثلاث حركات ان شاء الله. خلصت انا حركه دي، هخش على اللي بعدها، اعمل هقفل دي شكرا، وهفك الايزوليشن بتاع او الايزوليت بتاع اللاير دي كده، فكله هيظهر قدامي مره واحده ما عدا طبعا دي لان دي خدت حركه والحركه بادئه فيها بما فيش. هناخد الجزء الاورنج اللي هو عليه الدور وهنعزله بحيث نحركه لوحده وهنديله نفس التاثير اللي هو الريديال وايب. لكن هنا في قضيه مهمه قوي، هو انا كل شويه اخش القايمه دي واقعد ادور على الجزء واعمل وملاقي منيو كبيره طالع منها منيو تاني واقعد اختار، هل في طريقه اسهل؟ اه في طريقه اسهل. طالما انا حافظ اسم الايفكت اللي هطبقه يبقى انا هحدد اللاير بتاعتي كده واروح على القايمه دي للبحث عن الافكتات والبريسيتس اللي عندي بشكل مباشر. لو ضغطت هنا على كلمه راديال وايب اهي راديال، هيبدا ان يطلع لي نتائج بحث تلقائي اهي لغايه ما فعلا ظهر لي حاجه اسمها راديال وايب هنا اللي هي جوه قايمه ترانزيشن. لو انا عايز اجيبها من افكت فعلا هلاقيها جوه قايمه ترانزيشن، لكن هنا خلاص جابها لي بالبحث. هعمل دراج من هنا على اورنج، دي طريقه فهتظهر لي في الافكت كنترول اهي، ده حل. هقدر برضو وانا محدد اللاير كده هاجي على اللي هنا افكت بريسيت واعمل دبل كليك عليها فبرضو تلقائي هتتحد غير هنا. طيب
انا المهم ان انا طبقت الافكت على اللاير، هبدا اشتغل شغلي. برضو اول حاجه هحدد الوايب سنتر. الوايب سنتر هنا هيبقى عند البوزه دي كده، عند الطرف ده اللي هيبقى مركز الروتيشن بتاعي. اقرب قوي بالسكرول عشان اظبطها ظابطه صح تماما، وهحطها فعلا عند الجزء ده بالظبط. فكده بقى الوايب عندي ارتكازه سليم. نخش على الحركه نفسها بنفس المنطق، الكلوك وايز مش هيديني الحركه اللي انا عايزها، لانه عامل لي حركه عكسيه اللي هي عايزها تبقى مختفيه وتظهر. لا انا كده عكس، انا عايزها تبقى مختفيه من هنا وتقعد تكبر 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 لغايه ما تبقى هنا. فبرضو اخليها كاونتر كلوك وايز، وهسجل اول حركه في اول فريم اللي هي الاختفاء الكامل اللي هو 100% او قرب 100% هنا، يعني ظهرت عند 76% تقريبا. وهضغط الكلوك دي او ستوب واتش دي بحيث يسجل اول كي فريم عند 76% عند فريم رقم 0. وهمشي كام فريم بقى؟ احنا كانت الكايرو عندنا واخده 45%، ده جزء بتاع كايرو، فهمشي هنا 45 فريم اهو. من هنا 1 2 3 4 5 اهو، هنا بيعاد 45. طب ما فيش حاجه مختصره عن كده؟ اه في حاجه مختصره عن كده، من هنا على طول اروح على 45 فريم. طب ما فيش حاجه مختصره اكتر واكتر؟ اه في، هضغط هنا وبدل 4 دي مثلا اكتب 45 اهو كده، اوكي هلاقي المؤشر راح تلقائي عند 45. طيب لما جه هنا المؤشر بالشكل ده، على ما جه هنا هفتح بقى جوه برضو عشان اشوف الدنيا من جوه عامله ازاي اهو. وهنا هقدر اقول كمل لي الترانزيشن بعد اذنك كده 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 لغايه ما يكمل، كده كمل مش محتاج اكمل 0%. الحركه عندي هنا بقت مكتمله، اما احب هعرضها هتلاقيها بقت عامله كده. حد يسالني يقول لي ليه الجزء الاحمر اللي حركناه قبل كده مش باين؟ عشان عاملين هنا ايزوليشن، عاملين هنا بس وريني بس اللاير دي، هشوف حاجه ثانيه. لو دلوقتي جيت على اول جزء كده وشلت الايزوليشن هلاقي اختفت جزء البرتقاني والجزء الازرق اختفى اللي هم اتحركوا يعني. لو جيت احرك دي كده يبدا يتحركوا اهو، شفنا الحركه مع بعض. دلوقتي انا شايف الصوره كامله. ناقصني اخر جزء في الاشكال اللي هو الاحمر. هاجي هنا على ريد وهديله دبل كليك من هنا، هياخد الريديال ويب بتاعي زوم ان على الطرف ده. ولو عايز اتحرك بان جوه السين هضغط سبيس بار او المسطره من على الكيبورد واسحب دي كده فوق شويه، هشيل ايدي مع السبيس بار واحدد الانكور بوينت او الويب سنتر بتاعتي، واجي على الطرف هنا احدده بالشكل ده. فكده هيبقى ده ارتكاز بتاع حركه الوايبنج. محتاج تعديل مره ثانيه بحيث يبقى مظبوط اكتر من كده شويه. الشكل هنا مختفي خلاص، اتفقنا. هنسجل كي فريم وقلنا نسبه المنصوره 30%، فهفضل ماشي 30 كي فريم، او هجيب المؤشر على طول عند كي فريم رقم 30 وهكمل الشكل بتاعي بحيث يكتمل المنصوره على هنا. هنا بقى لو جيت اعمل تيست للتلات حركات مع بعض الاقيهم بتعمل لهم وايب هما الثلاثه مع بعض بنسبه ثابت او باضطراد ثابت. ليه اضطراد ثابت؟ لان انا وزعت ان كل كي فريم يتوزع او كل 1% من تكون الشكل يمشي يتحرك على واحد كي فريم، فالحركه هتبقى متناسبه جدا. دلوقتي عايز احرك كلمه اسكندريه وكايرو منصور. اول حاجه لازم اعرف ايه دور كل واحد. دور اسكندريه هيبدا عند الحته دي. ليه؟ على ما الشكل ده يوصل هنا هبين كلمه اسكندريه، مانيش محتاج ان انا ابينها من الاول. فافهم من كده ان اسكندريه هتبدا في الجزء ده في الوقت ده عند الفريم 19. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل تريمنج للاير بتاعت اسكندريه من الاول لغايه الحته اللي هبدا منها الحركه، مش محتاج الجزء ده في حاجه. وهعمل لها مثلا حركه وليكن حركه سكيل مع اوباست. ازاي؟
اقول مثلا الحركة عايز اعملها على 5 فريم، هنمشي 1 2 3 4 5 فريم من البداية. هنقول هنفتح هنا كده، نفتح جوه ترانسفورم، هنا هي مفتوحة اصلا ترانسفورم، هغير فيها معامل السكيل ومعامل الاوباستي. طب اغير فيهم بحيث ايه؟ بحيث تبقى في الحجم اللي انا شايفه قدامي دلوقتي، دي حجم الاستقرار، حجم النهايه، اند بوينت بتاعتي. طيب امال هي كانت اصغر من كده، اهي السكيل اصغر مثلا 80%، خليها 70، خليها 60، 60 اكتبها حتى بايدنا 60%، وكمان كانت الاوباست بتاعتها الاعتام بتاعها كان بصفر. فاقدر دلوقتي ده انا بتحرك كده مع التحرك بتاع الشكل الاساسي اللي فوق، دي حصل لها عمليتين، كلمه اسكندريه حصل لها عمليتين في نفس الوقت، تكبير مع اصغار. نفس الفكره اعملها مع كلمه منصوره ابتداء مثلا من هنا. طيب دلوقتي هروح على كلمة منصورة ترانسفورم، وهقول انا مش محتاج الجزء اللي قبل البداية دي، هعمل له تريمينج من على الطرف كده، وهمشي 5 كي فريم نفس التانية. وعلى ما جه هنا بقى السكيل بتاعه كذا والاوباستي كذا، لكن هو اصلا كان السكيل بتاعه ب60% زيه زي التاني، والاوباست بتاعه كان بصفر، وبالتالي الحركه هتبقى عامله كده. عظيم. نيجي لكايرو. كايرو هنبدا الحركه بتاعتها من هنا مثلا. طيب نقفل منصوره نفتح كايرو. هل احنا محتاجين للجزء ده في كايرو؟ لا، نفس الفكره، نعمل له تريمنج. بنعمل تريمنج ازاي؟ بنيجي على الطرف كده ويتحول علامه بالشكل ده، فبنعمل لها دراج للجزء ده. وهنا هنعمل ترانسفورم، نحدد انا همشي الاول 5 كي فريم، 1 2، من بيج داون على الكيبورد ممكن اغير احرك الكي فريمات زي ما بحرك الكي فريمات من هنا اهو، نيكست وريفرس. همشي من على الكيبورد 1 2 3 4 5، ودي هتبقى نقطة النهاية، السكيل بتاعها ب 100 والاوباست بتاعها ب 100. إنما نقطة البداية السكيل ب 60 والاوباست بصفر. عايزين نشوف الشاشة كاملة قدامنا تبقى مالية المساحة. من 100% دي أقدر أقول فت، فتبقى فت. فمن هنا لهنا على طول ظهرت. جميل. يتبقى لنا في الأنيميشن الرئيسي حاجة، وهي النسبة. فين النسبة؟ مش أنا في أفتر إفكت لازم أعمل إفكت مميز شوية للأرقام. فإيه اللي هعمله هنا؟ بعمل حاجة هنا اسمها الحتة دي كده، خدوها زي ما هي، يعني خصوصا الناس اللي مش متمرسة على الأفتر ما تحاولش إنها يعني إيه تتعب نفسها أوي فاهمها، هي دي كونسبت بتاع الأفتر يعني. لير نيو وسوليد. أيا كان لون السوليد مش فارق. أوكي. سوليد يعني مساحة تملى الدنيا كلها بلون محدد، بلون محدد مصمت كده. وهنيجي على الافكت بريسيت هنا، نختار بدل راديال وايب، دي اخر سيرش كنت عامله راديال وايب، هختار حاجة اسمها نمبرز. نمبرز اهي ظهرت لي. يعني دلوقتي وانا محدد الجزء ده كده، هعمل دراج للافكت بتاع نمبرز على الجري سوليد اللي انا لسه عاملها، سواء من هنا او من هنا زي ما احب. هعمل لها الدراج، يقول لي انت هتحول السوليد دي لارقام، لعداد بيعد. والله ازاي بقى؟ انت دلوقتي بس محتاجه ايه؟ محتاجه سنتر. محتاجه سنتر، يبقى في نص الكلام تمام. هوريزونتال افقي، ايوه مش محتاجه طولي، محتاجه افقي. ممكن اخلي بولد يبقى تقيل، عشان الكلمة أصلا اللي كنت حاططها سواء اسكندرية أو كايرو أو منصورة كلهم انجليزي، كلهم بولد، فطبيعي إن أنا أكتب كمان النسبة اللي هتتكتب في أبل بولد. هقول له أوكي، هلاقي تلقائيا عمل لي عداد كده أرقام.
حول لي الشغل الاسود الرمادي اللي كان مالي الشاشه ده لعداد ارقام. طيب الحل هنا ايه؟ الحل ان اجيبها في مكان اسكندريه كده فوقها خالص الحته اللي انا محتاجها. هنا الافكت بتاعي نمبرز انا طبقته اهو موجود، هكبر السايز بتاعه 56 حجم فونت، اخلي اللون بتاع الفونت مش احمر اخليه ابيض زيه زي كلمة اسكندرية. هقول له انت ليه حاطط لي ديسيمال بليسز، عامل لي ليه اعداد عشرية، انا عايز رقم واضح تمام. فخلي ده بعد اذنك على طول صفر فيبقى رقم واضح، وهدي الفاليو بتاعتي اللي هوصل لها في النهاية 25%. عندي من ابتداء من هنا هيبدأ يظهر الشكل بتاعي، هعمل له تريمينج في الجزء ده تمام، وهبدأ من هنا اقول له الفاليو بتاعتك في الحتة دي عايزها كده، هعلي حد كده عايزها بصفر، وعلى ما الشكل يكتمل تبقى ال 25 كاملة. ده معناه ايه؟ معناه المنظر اللي انا شايفه ده. عشان اعمل تيست ممكن بالسبيس بار، شفت العدد اللي حصل ده؟ فبقت بتعد كاونتر. اللي سرح مني في دي يبص في اللي جاي. هنعملها على نفس الفكره على مثلا كايرو. هناخد نسخه من الاخت دي. ازاي؟ من هنا من ايديت اعمل حاجه اسمها دوبليكيت اهي، او كنترول دي من على الكيبورد، فبياخد لي نسخه ثانيه من الرقم ده اللي انا عملته ده فوقها بالظبط، وبالتالي مش هشوفه لان فوقها بالظبط. لكن انا عاملها اسحبها كده فهتبان فوق كايرو. كايرو كانت عامله كام؟ كايرو كانت عامله 45%. طيب يبقى هنا اخش جوه الافكت بتاعي اللي هو يبقى زي طبعا اللي فوق بالظبط، جوه نمبرز جوه فورمات، عرفنا ان هنا هتتكون 25%. بس انا هنا مش 25%، انا هنا عايزها مثلا على ما تبقى هنا تكتمل تبقى 45%. فده معناه ان هاجي على كده امسحه اصلا ديليت، وهكتب هنا كي جديد اسمه 45%. فده معناه انه هيعد من الاول لغايه 45%. طب هل انا محتاج الجزء ابتداء من هنا؟ محتاج ده؟ لا مش محتاجه، هعمل له تريمنج. فهيبدا العد من هنا كده على طول لغايه 45 مع اكتمال الشكل. يتبقى لنا المنصوره كنترول دي او ايديت دوبليكيت، وهاجي هنا على الرقم ده اعمل له سحب على المنصوره. هيعد زي اللي تحته؟ لا، المنصوره موضوعها مختلف. لو دخلت جوه هنا افكت نمبرز فورمات تمام، هعمل ان هو فضل ماشي ماشي يعد اهو نقطه البدايه بتاعتي اهي لغايه ما وصل هنا، هيبقى 30 في الحته دي. فهمسح الكي فريم ده وهنا هسجل ال 30، فيبقى العداد شكله كده. بس هنا العداد بدا متاخر لان انا واخدها من القاهره، كانت بدا متاخر قوي، فهقوم مرجع دي بقى حته عشان الرقم يبان اهو، يبان معايا مع ظهور المؤشر، فتبقى الطريقه كده. التلاتة بيحملوا مع بعض، بيظهر الكلمات التلاتة مع بعض، بيحمل النسب لغاية ما تكمل مع بعض. كده احنا فاهمين ان ده هو رقم منصورة. ممكن اعمل لها رينيم، ممكن رينيم اسميها منصورة بيرسنت، كذلك ممكن اسمي دي كايرو بيرسنت، ممكن اسمي دي اسكندرية. طيب دلوقتي محتاج ادي التلاتة دول
ضل زي ما اديت لإسكندرية عشان يبقوا حتى نفس الشكل نفس الستايل، يعني يبقى ده على ضل وده على ضل. طب ايه هنا حل؟ الحل انا هحدد التلاتة مع بعض كنترول كده، هكتب حاجة اسمها دروب شادو، فهيظل البريست بتاعها او الافكت بتاعها هعمل دبل كليك عليه او دراج ودروب عليهم، اقول دبل كليك مثلا هلاقي طبق لي الدروب شادو زيه زي الاخوة دول بالظبط. هنا في حاجة ناسينها، ايه؟ ان احنا نكتب في المية، كلمة في المية هاجي كده واعمل طيب هنا كده اسمه في المية، اهو في المية، ممكن اكبره شوية بدل 44 مثلا خليه 50 تمام، وبالسلكشن طول احركه بحيث يبقى جنب النسبة بتاعتي هي، حتى بقى اسمه هنا التكست في المية اسمه كده، او اوضحه بالنسبة للبرسنتج دي. وطيب هنا على ما نوصل للشكل ده يكتمل كده عايزها دي تظهر، فهتظهر في الحتة اللي انا واقف عليها دي بالظبط، وبالتالي مانيش محتاج الجزء ده، فهتبقى كده ايه وبتظهر المية في المية. طيب برضو نفس الحكاية بالنسبة للمنصورة، هناخد دي كده كنترول دي وهنحركها جنب المنصورة بالنسبة بتاعت المنصورة على الورك سبيس، وهنعمل تريمينج من الاول لغاية الجزء ده، فهيبقى ظهوره مع اكتمال الشكل نفس الفكرة كنترول دي، بس هنوجه المكان المرة دي جنب 29% تمام، وهنبدأ اول ما تكتمل الحركة هنا هيبقى دورها يظهر على المسرح، وبالتالي مش محتاجين الجزء ده هنا لان قلنا ابيض على اصفر مش باين، لازم ندي دي على الاقل دي دروب شادو، فهنروح تاني هنا ونقول دروب شادو نكتبها ونعمل دبل كليك فيطبق دروب شادو. حد يقول لي طب يا عم ما بالمره دول حط لهم دروب شادو، احدد دي كده وكنترول دي معاها وادي لهم دروب شادو، فبقى كل العلامات وكل التكست موجود عليه دروب شادو. ايه الحركة بتاعتي دلوقتي؟ هاجي في الاول كده واضغط سبيس بار اشوف الشكل، غالبا بيكون اول معاينة مش بالسرعة السليمة، فهاجي تاني كده واعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده ظهر قدام. طيب هنا شغل خلص، لكن في حتتين ممكن احب اضيفهم. الحتة الاولانية ان انا هجمع التلات الوان دول في أوضة مستقلة بذاتها نيو كومبوزيشن، فلو حددت الثلاثة دول كده مع بعض وقلت لاير بري كومبوز، يعني اعمل لهم كومبوز جديد خاص كده قانون جديد بتاعهم، واسميه ايه؟ سمي كولرز مثلا وموف اول اتريبيوتس انتو ذا نيو كومبوزيشن، حرك لي كل الحاجات سكيل عملناه اي حاجة خليها جوه الكومبوزيشن الجديد، ما تخليهمش بره على التايم لاين ده، لان كده انا عامل كومبوزيشن جوه كومبوزيشن، بعمل كومبوزيشن اسمه كولرز جوه كومبوزيشن اسمه بايت شارت، انما انا عايز الكيز بتاعت اللايرز دي تبقى جوه الكومبوزيشن الجديد مش ظاهره بره على الكومبوزيشن ده اللي هو بايت شارت. قول اوكي، فهنا اصبح في كومبوزيشن عندي لامم الثلاث الوان دول تبقى واحده واحده مع بعض، عايز اعدل فيهم بسيطه دبل كليك على الكومبوزيشن الجديد هيتفتح لي لوحده وهشتغل على كل واحده زي ما انا عايز بكيهاتها بكل حاجه. اهي شوف هنا الكيهات موجوده. موجوده في مكانها. في الكالرز هنا تمام؟ هدي حاجه افكت اسمه بدل دروب شادو بقى اسمه راديال شادو. اه ظهر. هطبقه عليه هيعمل افكت لطيف جدا. هنختبره كده مع بعض. ممكن شوية ما يعجبنيش الحتة دي، يعني الحتة دي ممكن تعمل لي مشكلة ما تعجبني، فأقوم أحرك أهو هنلاقي هنا حاجة اسمها لايت سورس مصدر الضوء، يعني كأن في العلامة دي عبارة عن ضوء والضوء بيقع على الشكل فبيبين الظل على بعد معين، هنفضل نغير كده في مصدر الضوء ده لغاية ما يديني نتيجة أرضى عنها.
مثلا كده واكمل الشكل واشوف هيعمل ايه. ممكن اغير في الشفافية بتاعته زي ما انا عايز، مفيش مشكلة خالص. انا ممكن اخليه 75%، فمع تكوين الشكل بتاعي هيكون بيتفتح بالشكل ده الشادو بتاعه. طيب يتبقى لي هنا حاجة لطيفة جدا اعملها، ان هاجي على بعد اكتمال الشكل كده ما يخلص، وهعمل كنترول A لكل اللايرز بتاعتي. جميل. وبعدين هضغط من على الكيبورد بي. يعني ايه بي؟ بي اللي هي بي فور بين، هي نفسها. لو انا هفتح كده واختار ترانسفورم واختار بوزيشن، هي نفسها. اختار بي من كيبورد فيفتح لي البوزيشن في كل اللايرز اهو مره واحده دفعه واحده. هفتح اسجل حركه على البوزيشن وامشي شويه كده صغيرين 10 فريم ولا حاجه، او اقل من 10 فريم، وهضغط بالسهم الشمال على الكيبورد عشان اودي الشكل كله يتحرك شمال. لو الحركه دي بالنسبه لي بطيئه ممكن اضغط شيفت من على الكيبورد مع السهم الشمال، هيتلاقي اجري بسرعه اسرع كتير. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان بعد ما الشكل اتكون في امانه الله كده انا وديته شمال. جميل. دي الفكره. طيب في حد يقول لي وانت كده مكمل كده ليه عملت حركه الازاحه دي؟ عشان اظهر هنا ثلاث كلمات اللي هي population in Egypt. هبدا هنا تكست بتاعي، هكتب population in Egypt T، هكتب اعمل هنا كليك واكتب population. جت من نوع فونت بفونت 120 ورمادي قريب من الرمادي اللي هو الرصاصي اللي موجود على حدود الدايره. انا مش محتاج البوبوليشن من البدايه، انا عايزها ابتداء من هنا. انا طبعا ما عملتش سيف للمشروع كل ده، طبعا دي جريمه. هعمل فايل سيف از، مفيش فايده فيا، سيف از. وهنا هكتب باي شرط هلغي الجزء ده من الشغل فيبدا من هنا. هعمل تحريك لكلمه بوبوليشن من هنا تكست من انيميت. هنا هختار ان انا هعمل انيميشن للتكست عن طريق المعامل سكيل، وهنا سكيل هنا يختلف عن سكيل الرئيسي. هبدا هنا السكيل بتاعي ب كي، واصغر قوي السكيل بالشكل ده، وبعدين اعد 5 فريم بيج داون واخلي ده 100%. هلاقي هنا لما اضغط انتر تلقائي سجل الكي فريم بال 100%، فبقيت الشكل عامل كده. الحروف نفسها صغيره وبتكبر. لو جيت دلوقتي وضغطت كنترول دي من بوبوليشن واستنيت لغايه ما الحركه خلصت كده، وهتاخر الفوتج ده على بعضه كده بحيث يبدا بعدها، وهنزله تحت واخلي دي ان، فهتبقى دي اكتملت، بعدها دي دخلت. هنا بقى نبدا الثالثه كنترول دي ونزقها تبقى بدايتها بعد ما ان تخلص. يبقى انها لسه زيها بالظبط، نفس المكان ونفس الكلمه. هنزقها لتحت ونخليها دي ايجيبت، فشكلها لما هيكتمل هيبقى كده. ممكن نغير وضعها. فيبقى الوضع زي ما انتم شايفين. عشان نلغي النقط دي في العرض نعمل كليك بس كده بره بالشكل ده. نوع من انواع الانيميشن للتكست، ممكن يكون حد يلاقيه ظريف، ممكن حد يلاقيه في احسن من كده. هاجي في بوبوليشن انا حركتها في السكيل بتاعها قبل الكي فريم التاني كده بشويه حلوين. يعني انا ده الكي فريم ده مسجل
قراءة 37% سكيل. الكي فريم التاني ده مسجل قراءة 100% سكيل. ممكن ارجع سنة بس كده بسيطة قبل 100% وهسجل كي فريم جديد مثلا اكتر من 100%، يعني مثلا 105 او 110%. تمام؟ فده يعمل ايه؟ يعمل الشكل التالي اهو، ان هي تيجي قبل ما توصل تكبر شوية وترجع تصغر سنة تاني. نفس الحكاية هنا جوه انيميتور 1، هلاقي السكيل بتاعي هنا، همشي شوية قبل الكي فريم التاني وادي النسبة هنا 110%، ونفس الفكرة هنا في تكست انيميتور 1 وقبل السكيل ما يكمل 100% بثلاثة كي فريم كده بدي تخلي دي 110%، فيبقى الشكل النهائي لو ضغطت مسطرة بالشكل ده. لو عايز نتيجة اسرع في البريفيو بتاعي باجي في الاول خالص واضغط صفر من على النام لوك كده فبيرندر لي الدنيا ويبدأ من الاول بالشكل ده. ودي بقت نتيجة الشغل بتاعي زي ما انتم شايفين. يبقى دلوقتي ان احنا نطلع فيديو او فيلم للاخر، ده هيكون عن طريق ان احنا اولا رقم واحد كده الحركة اهي، الحركة اهي كملت كفاية لغاية هنا، ممكن نكتفي لغاية الفريم 90 او ممكن نسيبه لغاية الفريم 100 على اعتبار يبقى ثابت جزء في الاخر. وهنيجي على البار ده الورك اريا اند او الورك اريا بار، وهنحركه كده بحيث يبقى نجيبه على عند ال 100 فريم، فتبقى دي اخر الشغل بتاعي. ممكن كمان اعمل هنا رايت كليك واقول له تريم كومب تو ورك اريا، فيبقى اخر شغلي هو التايم لاين ده اللي هو 100 فريم او ما يعادل 3 ثواني و10 فريم. هعمل دلوقتي حاجه اسمها ريندر للشغل اللي انا عملته. هروح هنا على كومبوزيشن واختار له حاجه اسمها بري ريندر، فهتلاقيه طلع حاجه اسمها باي شارت بالشكل ده. هخش على اوت بوت موديل واتاكد ان الفورمات بتاعي مثلا اي في اي، ما عنديش اوديو عشان اخرجه فخليه اي في اي بس، اوكي. ومن هنا هحدد المكان اللي اخرج فيه شغلي وليكن في نفس الفولدر اللي انا كنت محدده عندي اللي هو ليكتشر 2 باي تشارت، اقول له سيف الاي في اي، سيف هنا وريندر. هبدا الاقي عمليه الريندر قدامي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ريندر للفيديو بحيث يبقى خلاص فيديو تم انتاجه وطلع عندي في الشغل بتاعي. هروح اتاكد في الفولدر انه فعلا طلع عندي هنا الشغل بتاعي، اعمله دبل كليك واتفرج كده اشوف الدنيا بقت عامله ازاي. زي ما انتم شايفين الشغل بتاعي اهو. ارجو يكون التوتوريال ده كان مفيد بالنسبه لكم في الانفوجرافيك. اي حركه من دول، اي شكل جوه من اشكال الاليستريتور ممكن نقوم برسمه وتلوينه وتحريكه، مفيش مشكله خالص. يعني فلاش هنشوف حركه مختلفه مثلا. ما تنساش نعمل شير لو انتم شايفين ان الفيديو ده مفيد، وسبسكرايب اللي لسه ما عملش سبسكرايب للقناه يبقى يا ريت يتابعنا الفتره اللي جايه، ولايك الفيديو لو كويس. قدامكم دلوقتي الايميل الخاص بيا اللي عايز يتواصل معايا. بشكركم والى اللقاء ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله، وهتكون عن تحريك كاركتر انفوجرافيك باذن الله. شكرا والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.